للأسف الهيرنج اللي ضعف السمع أو مرض فقدان السمع 1% فقط، لو قارناه بالكانسر 28% السرطان الفقر 23%، يعني إحنا الفقر والكانسر بيمثلوا 50% من اهتماماتنا على السوشيال ميديا، بين سواء كل السوشيال ميديا والإنترنت وال حتى في بوابات الأخبار حتى في كل تقريبا الميديا، لكن الهيرنج نص 1%. طيب هنا السلايدز دي بتشرح احنا شفنا هنا، طب برضو في نفس الكلام حاولنا نشوف نعمل تحليل ل هل في مشاركه، هل في نوع من انواع المشاركه، لقينا ان المشاركه اللي موجوده 33% للفقر، 23% للكانسر، وللاسف 3% بس لمرض ضعف السمع. فاذا ضعف السمع في حد ذاته هو موجه لتضييق مجال العمل ونوعية خاصة من الأعمال، والحقيقة فدي مشكلة. المشكلة الثانية إنه أثبتت الدراسات إن ضعف السمع هو أكثر انتشاراً في الطبقات الفقيرة، فحتى مش عارف يورث، لأنه هيورث منين هو الحال كله وحش. ما أعتقدش إنه أي حد فينا هيبقى اختياره الأول إذا كان ثرياً إنه يتجوز واحدة سمعها ضعيف أو واحد سمعه ضعيف. وبالتالي فكل مصادر تحسين الوضع المادي مع ضعف السمع هي تقريبا منعدمة إن لم تكن ضعيفة، لكن محدش بيربط ده. يعني النهاردة أنا لما بتكلم عن الناس بتبص اللي قدام عينيها، إحنا شعب بيتعامل بثقافة غديني النهاردة موجود بكرة، النهاردة إحنا بنتكلم في دلوقتي، محدش بيتكلم في بكرة هيحصل في إيه. يعني هو شايف إنسان قدامه طفل هيموت عشان عنده مشكلة في القلب النهاردة، لكن هو مش قادر يتخيل طفل ممكن بعد 10 سنين يخش يتكلم مع دي، مش قصته، وانت ما حاولتيش توصلي له القصه دي. فبيفكر دلوقتي هنعمل ايه دلوقتي؟ دي مشكله. المشكله الثانيه انت هذا الرابط الذي يحتاج الى تفكير ما بين الفقر، هو فقر بالنسبه لك لابس هدمه قديمه، لابس مش لاقي تاكل، لكن ايه بقى انه ده فقير بسبب انه بصره ضعيف؟ ده يحتاج الى توعيه. مين اللي معاه؟ مين اللي عمل الربط ده؟ الربط ده لا يتبادر الى اذهان الناس بهذه الراي كده الصبح والصبح، تخيل ضعف السمع بدي الفقر. لا ما بتحضرش كده، ده محتاج حد يقعد يشرحه للناس، وما اعتقدش ان حد شرحه قبل كده. انا تاني انا كراجل برضه بعد تخطيط ال 75 سنه اول مره اسمع الكلام ده، اول مره انا راجل ادخل ان انا في المجال يعني. فدي مشكله. سنويا يقرا من 13,000 طفل بيحتاج عمليه زرع اوقاع. احنا من التامين الصحي بيغطي 1500 طفل فقط سنويا، يعني عندنا تقريبا حوالي 11,500 سنويا دول مش عندهم ضعف سمع، دول ما بيسمعوش اساسا، ولو عدى سن 5 سنين مش هيسمع. فاحنا في سباق مع الوقت، كل سنه بنفقد أطفال مش هتسمع تاني مدى الحياة.